السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معلمة زكية رمضان من مدارس الهدي المحمدي، برنامج التعلم عن بعد. كيف حالكم أعزائي الطلبة؟ اليوم إن شاء الله يا تاسع رح نتعرف على درس التعامل مع الجداول الإلكترونية إكسل. أهداف الدرس هي إدخال البيانات وتحريرها في برنامج الإكسل، والتعرف على مفهوم المدى وما أنواع المدى، 3 إدراج الصفوف والأعمدة، 4 حذف عمود أو حذف صف، وأخيرا تعديل من عرض العمود وارتفاع الصف. طيب خلينا نطبق بالشكل العملي. راح نشغل عندي برمجية الإكسل، نقوم بإدخال مجموعة من البيانات لطالبات المدرسة، نقوم بعمل إدخال مثلا تغيير اللغة بداية، هاي الرقم، بعدين الانتقال بالمؤشر اللي هم الأسهم، نقوم بإدخال اسم الطالبة والتنقل بالأسهم الأفقية، ونكتب علامة الشهر الأول. لاحظ صار في عندي تداخل ما بين العمودين، فراح نقوم بعملية اللي هي تحديد العمود والنقر عليه السحب والإفلات بتغيير من عرض العمود، هي علامة الشهر الثاني. تمام، ايضا رح نكرر العملية بانه رح نحط مؤشر الفارق ما بين العمودين وسحب والافلات. طيب رح ندخل ارقام الطالبات، تمام، هاي مثلا هاي الطالبات، مثلا ندخل هاي اسيل وبيان وامل، تمام. طيب علامة الشهر الأول، هاي علامة الشهر الأول. علامة الشهر الثاني، قوم بعملية إدخال العلامات، تمام. طيب قمنا بعملية إدخال البيانات للأعمدة والصفوف، طبعا راح نظللها، نكبر شوية من الحجم، ممكن نغير من اللون. طبعا رح يصير في عندي عملية تداخل، نفس الشيء رح نقوم بعملية السحب والإفلات لكل منهما، تمام، بحيث إنه يطلع العمود بشكل واضح. أيضا هون في عندي عملية السحب والإفلات. هيك نكون إحنا حددنا يا تاسع الأعمدة والصفوف، قمنا بإدخال البيانات. طيب نشوف الفكرة الثانية. الفكرة الثانية تتعلق بموضوع المدى. المقصود بالمدى يا تاسع هي عبارة عن مجموعة من الخلايا المتتالية، بحيث يتم تحديد المدى بأنه بظلل أو بحدد الخلية الأولى وبالسحب والإفلات إلى الخلية آخر وحدة، تمام. لكن في عندي 3 أنواع من المدى. في عندي مدى عمودي، وعندي مدى أفقي، وعندي مدى عام. المدى العمودي هي الخلايا في عمود واحد، إذا جميع الخلايا في عمود واحد تسمى مدى عمودي. مثال من A2 إلى A4، لاحظ نفس الحرف، احنا حكينا في الدروس السابقة إنه الحرف بيتبع للعمود والرقم بيتبع إلى الصف، فنفس الحرف بيكون مدى عمودي. المدى الأفقي هي عبارة عن الخلايا الموجودة في صف واحد، صف واحد مثال A2 إلى C2، نفس الرقم بيكون نوع المدى أفقي، تمام. المدى العام إنه بتمتد فيه الخلايا بأكثر من عمود وأكثر من صف معا، مثال من A2 إلى E6. طبعا كيف نعرف المدى العام؟ بيكون اختلاف الأرقام والأحرف، يعني ولا حرف مثل الثاني ولا رقم أيضا يتشابه مع الثاني، بيكون نوع المدى فيه مدى عام. إذا 3 أنواع من المدى: عمودي، أفقي، عام. نفس الحرف بيكون عمودي، نفس الرقم بيكون أفقي، واختلاف الأحرف مع الأرقام بيكون مدى عام. لاحظ مثلا عندي اسم الطالبة، شو نوع المدى فيه؟ مدى عمودي، أحسنتم. مثلا بيانات الطالبة بيان، مدى، أحسنتم، مدى أفقي. طيب ما هو المدى؟ شو المدى تاعها لبيانات بيان؟ نحكي من A3 إلى D3. طيب المدى تاع الشهر الثاني شو المدى له؟ من D1 إلى D5. طيب شو نوعه؟ مدى عمودي. إذا النوع تعطيني إنه عمودي أفقي عام، أما ما المدى؟ بدنا نحكي القيم اللي بتبعها من البداية إلى النهاية، تمام. مثلا بيانات الطالبة أسيل، ما المدى إلها؟ نوع المدى إلها مدى أفقي، والمدى من A2 إلى D2، تمام. طيب
لو حكينا بيانات الطالب أسيل والطالب بيان والطالب أمل، نوع المدى فيها؟ أحسنتم، مدى عام. طيب شو المدى له؟ من A2 إلى D4، من A2 إلى D4. لاحظ إنه أكثر من عمود وأكثر من صف، أصبحنا نتكلم عن مدى عام. تمام؟ الموضوع جدا سهل يا تاسع. طيب هلا رح نقوم بعملية إدراج صف، إدراج عمود. لاحظ معي، طبعا لما أنا بدي أقوم بعملية إدراج العمود، لنفترض أنا بدي العمود يكون ما بين الرقم وما بين اسم الطالبة، يكون بالنص. فرح أجي أحدد عند رقم الطالبة، كليك يمين، أختار إنسيرت، تمام، وقوم بعملية اللي هي آخر خيار انتير لكولوم، بمعنى قوم بإدراج عمود. إذا أنا إذا بدي عمود، برجع بعيد المعلومة، ما بين الشهر الأول والثاني رح نحدد الشهر الثاني لأنه العمود بيجي قبله، بنعمل insert وبنحدد هي إدراج عمود. طيب لو بدي أدرج صف ما بين بيان وأمل، أحسنتم، رح نحدد عند أمل ونختار insert ونختار منها انتر للكولوم او عفوا للرو، بقوم بادراج صف ما قبلها، فصار عندي هاي صف جديد ما بين بيان وامل. طيب بدي ما بين اسيل وبيان، احسنتم، بحدد اسيل، عفوا بحدد بيان، بختار انه انا بدي احدد لها اضافه الصف، قام باضافه الصف. اذا الموضوع جدا سهل. طيب لو بدي احذف هذا الصف الجديد، بظلله كليك يمين وبختار ديليت، طبعا معطيني الخيار الأول اللي هو Shift Sales Right، بمعنى إنه لما بدي أنا أعمل Shift رح يرفع لي إياه للأعلى، تمام؟ فأنا شو بدي أعمل؟ بدي أختار Insert، رح أختار Delete لأني أنا بدي أحذفه، فأنا رح أحذف هذا العمود الصف. مثلا بدي أحذف هذا العمود، بختار هيك وبعمل Delete وبختار منها إنه أحذف العمود. الموضوع جدا سهل، من عملية إدراج عمود، إدراج صف، حذف عمود، حذف صف، المدى الأفقي والعام وأنواعه. معطينا هذا المثال يا تاسع، وهو حل الواجب لكل منكم، اللي هو معطيني ما المدى لكل من. الاختبار الثالث، لاحظ هي الاختبار الثالث، شو المدى له؟ من D4 إلى D10. طيب بيانات أحمد من A5 إلى E5، نوع المدى A4 ل A10، لاحظ نفس الحرف، إذا عمودي، اختلاف الحرف لكن نفس الرقم أفقي، اختلاف الأحرف والأرقام يصبح مدى عام. طبعا عندنا حل هذا الواجب، ونلتقي في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.